فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا يا سورة ياسين على موتاكم، وبعض الناس يقرؤون عن قبر؟ اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث هذا ضعيف، فيه شيء من الضعف. ومحل القراءة إذا صح الحديث محلها عند الموت، إذا أخذه النزع فإنه يقرأ على سورة ياسين. قال أهل العلم: وفيها فائدة، وهي تسهيل خروج الروح، لأن فيها قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيقرأها عند المحتضر. هذا إن صح الحديث، وأما قراءتها على القبر فلا أصل له. نعم.